ما تعدنا شباب 15 سنه 10 سنين 20 سنه الموت ما تخيرش خويا الموت والله ما تقول لك كمل شغالاتك باش نجي تديك في اي لحظه. ولذلك الانسان القافز فينا الشاطر هذاك المليح العاقل للعاقل ماشي اللي يخمم على مستقبل الدنيا، مستقبل الدنيا خلاص مكتوب، المصيبه في مستقبل الاخره، هذاك راك تخمم فيه انت ولا ماكش تخمم فيه. ولذلك الان سلك نفسك وانقد حالك، ما تبقاش تستنى، وربي ما راحش يسالك على الامه كامله، راح يسالك على نفسك انت. وهذه ليست انانيه، هي انك تقدم الاولويه انك تسلك بنفسك قبل، ونسلك معك الناس واش تقدر. ولهذا يجب علينا ان نتفطن، والزمن ما راهش يرحم. الزمن هذا كم من الناس يموتون فجاه، وانا جيت جايكم الان جاي دركا، مات عندنا في المسجد الان اعز انسان في المسجد، ماتوا عندنا شباب 15 سنه 10 سنين 20 سنه. الموت ما تخيرش خويا الموت والله ما تقول لك كمل شغالاتك باش نجي تديك في اي لحظه. اذا نقول لك واحد الكلمه، خليك مسلم وخليك مؤمن وخليك مصفي حساباتك وخليك مراجع نفسك، حتى اذا جاءت الموت في اي لحظه تكون مستعدا. ربي قال لك بالك تجي عندي وانت ماكش مسلم، بالك تجي عندي وماكش واجد، قال لك لا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني الاحنان ما نعرفوش النهايه تاعنا وراي. لو كان جات كيما السباق اش كيديروا لا كورس الناس؟ يديروا السباق يروحوا منا لهذيك اللوحه هذيك. انت تقدر تدير حساباتك، قال نمشي بالعقل كي نوصل نجري، تقدر تدير حسابات. بصح حنا المشكل تاعنا نقطه النهايه ما نعرفوهاش. ممكن انت ممكن تقول راني مريض درك نموت وربي يعاود يشفيك. شفتوا الكوفيد واش ورانا؟ عطانا درس عجيب الكوفيد هذا. عطانا درس، يدخلوا الناس الموت يعاود يولي، تلقاه خلاص الحمد لله، يجوا ولادو يقول لك اللهم قنا طبيب ما يعيش. يعاود يجي لاباس عليه وعايش وسط الناس، واحد اخر يدخل بصحته يدخل على رجليه يخرجوه في الصندوق. ما تفهم والو، لان ملك الموت كي بعته ربي ما يستاذنش. ما يستاذن حتى واحد. والعاقل العاقل الذي يعتني بتغذيه قلبه قبل تغذيه بدنه. والا يولي ما عندناش توازن، واش ولينا؟ ناكل ونشرب وعايشين وخلاص. لو كان يجي انسان يسالنا في الشارع على خدعه يقولنا علاش راكم عايشين؟ والله ما نعرف وين نجاوبوا. عايشين باش ناكلوا، عايشين باش نعيشوا، عايشين باش نربوا الاولاد، عايشين. لا 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 ماشي هذه. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل اناس بامامهم. اي علاش خلقك الله؟ خلقك باش يوم القيامه يقول لك ارواح وكلتك وشربتك ولبستك ورقدتك وفرشت لك وسكنتك، اعطيني واش درت؟ بعثناك ميسيون، اعطيناك لفريد ميسيون سيدي، واش درت لنا الميسيون هذه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه المهمه اللي خلقك الله على جلها. فالان انت ماشي معناتها ليعبدون معناتها تريح نهار كامل في المسجد، لا لا لا. يعبدون كيما كيأذن المؤذن تكون انت حاضر في المسجد تلبي نداء الله، كيما انك تقوم بامورك اللي اعطاها لك الله في الحياه، بصح ما تجعلهاش هي الهدف وتقول العمل عباده. روح تخدم على روحك وجيب رزق لوليداتك وحط اللقمه في فم والديك ولا في فم زوجتك ولا في فم وليداتك ولك بذلك اجر، وتروح دير رياضه وتروح تحوس وتروح تقعد مع اصحابك وتقول كلمه طيبه وتنصح الناس وتمشي وين حبيت تقضي امورك بالحلال وتعيش حياتك بالحلال. ولكن حاجه ما تنساهاش 24 ساعه على 24 ساعه ذكر الله. ولذلك ربي سبحانه وتعالى واش درنا باش نبقاو معاه دائما؟ درنا واحد الاذكار، كل لقطه في الحياه نتاعنا عندها الذكر تاعها. تدخل الجامع تذكر الله، كي تكون خارج من الجامع عندك ذكر تاع الله، كي تكون داخل اعزك الله الى بيت الخلاء عندك ذكر، كي تكون خارج عندك ذكر، كي تكون راح ترقد عندك ذكر، كي تكون راح تلبس لباس تاعك عندك ذكر، كي تنحي تقول بسم الله عندك ذكر، كي تدخل دارك تفتح الباب السلام عليكم، تخرج كامل الشياطين وتدخل معك الملائكه. الشياطين وش يقولوا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم بيته فسلم على اهله قالت الشياطين اخرجوا لا مقام لنا اليوم في هذا البيت. ما عندناش انا نديروها احنا؟ يدخل يصفر ويدخل يغني ويدخل واحد يسب ويدخل يهضر في التليفون. ادخل قول السلام عليكم وعلم وليدك كي يدخل عاود اخرج وادخل وقول لنا السلام عليكم. خلي الانسان، هذه العبوديه، خلي الانسان في كل حركه من الحركات. شوفوا ربي سبحانه وتعالى حتى وان احدنا ياتي اهله في فراشه، يعني ياتي شهوته وعنده الذكر تاعه. علاش؟ راه يقول لك ربي اي حركه كنت في الحياه بالك تنساني، تنساش الله تبارك وتعالى. هذه العبوديه.
لانه جسمك كما خلقك الله ما يهمش عند الله سبحانه وتعالى. طويل قصير ما اكناقص ولا زايد ولا والله ما هذه اللي يوزنك بها ربي سبحانه وتعالى، يوزنك قلبك. لذلك قال ابراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بماذا؟ بقلب سليم. ولذلك يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه، الرجل المليح السمين، وش من لاطاي شابه، وش من لبسه، وش من عنده قيمه عند الناس والمنصب والجاه، ويعيطوا له يا سي فلان ويا سيدي فلان. قال الله، قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يزين يوم القيامه، كي تسقموا الموازين تولي الميزان ماشي وش عندك، وش راك تسوق، وش راك تركب، وش راك وش عندك تكسب، الميزان هو قلبك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه. شفت هذيك الناموسه، هذيك ما يوزنش الجناح نتاعها عند ربي، ما عندوش قيمه. لماذا ما عندوش قيمه؟ لان القلب ميت والعياذ بالله، قلب تعفن في الحياه. وانا اقول لكم، واسمحوا لي على الكلام، الكلام هذا، لان الكلام هذا اوجهه لنفسي قبل ما اوجهه لكم، ليكم. انسان يعيش بلا ذكر الله، بلا حلقات، بلا دروس، انسان ميت. ولو كان حيا نشوفه يمشي، ما تقدرش، لازم تتغذى. انت لو كان ما تاكلش وتشرب دركا تموت. القلب تاعك ماهوش ياكل ويشرب، ماهوش ياكل، اي تمتلئ بطوننا برك هذا مكان. اخواني الكرام، شوف الدروس ما تغيبش، كاين الانترنت، كاين المساجد الحمد لله، كاين، روح ابحث على الدروس، تشوف درس من الامام قام لك هنا اقعد. لو يكفي انه يقول صلى الله عليه وسلم، تعودها موراه صلى الله عليه وسلم، القلب يرتاح شويه، القلب او اقل شيء يذكر الله. يا اخي احنا رانا قلوبنا تعفنت، قلوبنا ولات سوداء، نسال الله العافيه والسلامه.